تبيعوا يا حجر فلسطين لن تنهار يا حكام الهزيمة يا حكام الهزيمة يا حكام الهزيمة أهدل للشعب الكريم كلمة غير ما نعرفه عنها فلسطين كلمة تجمع سطورا من الجمل لكل حرف منها فان ففيك كتب الرجال تاريخا عظيما كان الحبر دماءهم فوق أرضك يحسبهم الناظر نياما من فرط الأحلام مبتسمين بل هي إلا جثث باتت الجنة ملاذا لأرواحهم طاح المسك بغزة فهم شهداء كالورد اندثر بأرجائها لا أجدادهم لم لله درك يا أرض الحق لا تستسلمي للطغاة مهما كثر فيك الفتق لو يحيي للنصر ها هو آت ليزيل عن أرضك أياد اتسخت بالفسق سين سلام على قدسك أول القبلتين ثالث الحرمين سئل عنك فأجاب ترابك أنا من مشى فوق الأنبياء وأشرف المرسلين سحرت بك العيون يا أرض المحشر فوضعت بين ناظري المحتلين طوبى للشهداء لربهم صعدوا من السماء طبع يا مطبع في الدنيا علينا حلفاء أصدقاء وعند ربي بعضكم لبعض أعداء يا ينادر حالك كل مخلوق يا أمنا طهروك فمنهم لك العقوق يا مرة أنت دافعت عن عشها فوجهت لك البنادق وما كنت إلا جسدا مسحوق يسمونها تطهيرا عرقي وبدونك تعفنت أرضنا يا مسكن الحق نون مثل ما تستحقون يا بني صهيون على أياد القسامين نار جهنم فيها خالدون نعم الجنة بشر بها المؤمنون الصابرون الصامدون المرابطون في الحق كالطرد العظيم أرى ماذا عن ألوانها التي فاقت الأعلام ارتفاعا وفي الوقفات والمسيرات أصرفت فكانت للنسيم عزا وبهاء فخافت المواقع فشبهت بالطيخا فما زدته إلا لذة ومذاقا أسود هي راية تكتب عليها أسطول ترهيب أبيض لون القفول التي ضم جسد الشهيد أخضر لون ورق شجر زيتونك عربي أصيل أما الأحمر مثلث كان للأعداء أبشع مصير